ما طلبنا الماء هذا ما كان حبيبي، رانا نعانيو. كيسكينا الضربه الاولى كان مليح ويطلع وما لاباس. عندنا مده 3 شهور دركا من اللي عطاو ليفان لواحد المؤسسه حدانا تقطع علينا الماء احنا اصلا. هذا ما انا طالبين الماء ثم الماء ثم الماء، هكا يا جماعه ولا لا؟ صلاة على الحبيب. هو استثناء، انا هذا نداء لجميع السلطات وهم يعرفوه، الاستثناء اللي تمر به شتمه. احنا شتمه، احنا حوالي 10 سنين كنا 13000 سكن، اليوم رانا نفوتوا 30000. احنا المشكل الواقع اليوم راهو في السكنات الاجتماعيه. تصور انت في مده عامين وزعنا حوالي 600 سكن اجتماعي. هذا ليفانت في مليار اللي فيها 4 فراج، واحد بيزومتر وثلاثه، راه 100 اون سيرفيس. واش تغيظك؟ هذا لي دو فراج راهم يشربوا فيهم 40 لتر في الثانيه، راهم يشربوا حتى مسكره، واش غيشربوا برك؟ تجي الجزائريه المياه وتجي لها الماء، انايا راني نتحمل مسؤوليه الماء في شتمه هنا، يلحق الكاتريام ايطاج، يلحق الماء الكاتريام ايطاج وست سوايع يوميا.